البنات دابا غنوريكم طريق مزيان باش اللي بغى يجي يجي نيشان. ها انتما السكه ديال الترام ها هي معروفه شارع عبد المؤمن، ها هو الشارع كله عبد المؤمن. ها انتما الزنقه الاولى اللي من وراء شارع عبد المؤمن زنقه سميه هي هذه. ها انتما زنقه سميه هي هذه غدوروا، ها هي الدوره كاين الشمس، ها هي الدوره غد دوزوا على كاين التجاري هنا ياك، كاين هاد لي موبل ديال فياض ها هو. غتمشيو نيشان، حنا راه جينا من الجهه الاخرى، الجهه الاخرى اللي من ليه. ها انتم غتبقاو غاديين نيشان، تبقاو غاديين، غتبقاو غاديين نيشان. ها انتم ها هي جيب، شو اللي كانت رونو دابا راه ولات جيب. ها انتم راه هو شارع المؤمن اللي دخلنا منه اللي وريناكم، وهذا ها انتم كتماو غاديين نيشان، ها هو المحل. غنبقاو غادي نيشان من اونفاس، من اونفاس الجيب البنات. هاهي جيب، هاهي جيب، حنا راه اونفاس معاها، ماشي في الصف تاع جيب، مي اونفاس معاها، اونفاس معاها. كنبقاو غادي نيشان، ها هو المحل ديال زينة مود. ها زينة مود، هاهي زينة مود، هي هادي غتبان لكم. هاهي زينة مود اونفاس الجيب، جيب فين كانت، فين كانت رونو دابا راه ولات جيب البنات. حنا عدنا لكم مزيان، خرجنا خصيصا لكم باش نعتو لكم المحل مزيان. ها المحل زينة مود. ها خويا سعد، ها اختي سلمى، ها هو المحل زينة مود. ومرحبا بكم البنات، الف مرحبا. السلام عليكم حبيباتي متتبعاتي ومحبي قناتكم المفضلة وقناتكم الرائعة مع ضحى غني. كيف ما كتعرفوا اليوم أنا كنتواجد عند زينة مود، اللي دائما الجديد وما أدراك ما الجديد، وأثمنة جد مناسبة وأثمنة جد خيالية لكل سيدة أو فتاة محتجبة أو غير محتجبة. مرحبا بكم وألف مرحبا. بالنسبة لواحد السؤال غادي نجاوبكم عليه، بالنسبة لبزاف ديال الناس تلقى دي كومونتير تيقولوا علاش ضحى ما بقاش تصور مع زينة مود، راه ماشي ما بقيتش كنصور معاهم. أنا كنت خارجة واحد 10 أيام كونجي، يعني ما كانتش ما عنديش كيفاش غادي ندير، يعني خرجت واحد 10 أيام كونجي، مشيت فوشت شوية، داكشي علاش راكم شفتوا الصحة والراحة أختي ضحى. الله يخطيك الزين ديالكم، شفتوا الفيديوهات في الوالدية سيدي عابد وما جاورهما. المهم هادشي اللي كاين، وحنا دائما راه غادي نبقاو خوت ان شاء الله، ان شاء الله. والجديد وما ادراك ما الجديد، كيف ما كتشوفوا بالنسبه لهذه اللبسه فراها من عند زينة مود. كيف ما كتشوفوا حاولت البنات ناخذ هاد الجوب هذه، كيف ما كتشوفوا كتبقى طويله. هذه كاين فيها الدوبلوغ من التحت، فيها البلوغوا مع الصفيفر، يعني البلوغوا عاطي بزاف. انا مشيت اللون اللي قليل بزاف كيف ما كتشوفوا. ها انا خديت هاد الشوميز حتى هي من عندهم، شفتوا كتبقى من هنايا بالدونتيل غزالة أنيقة. شوفوا كيفاش جات لبسة من داك الشرفي، وخصوصا مع الجوب يعني تاي اوت كتعقدها، كانت نتوما شوفوا السانتيغ ديالها كيفاش جات اللبسة من داك الشرفي. وبالنسبة للصندالة راه غير صندالة عادية، حاولت ندير فيها شوية الصفر مع شوية الزرق، وهكا عطات واحد التأثير وعطا واحد الجمالية. يعني هادو شحال صوندي نتوما غير لا سمعت غير 60 درهم، والله إلا 60 درهم والرباخة. وبالنسبة لاجيب 100 درهم، 100 درهم، يعني من بعد ما كانت 150 ها هي 100 درهم لبسه كامله مكموله. دونك حبوباتي الغاليش ما نسيتش نطول لكم كثر، فرجه ممتعه. دونك حبوباتي الغاليات اشهد الاناقه، واش هاد الشياكه ما اروع جلابه اللي دائما كنشوفوا فيها واحد الابداع، واحد الحله اللي جديده وتقنيه جديده. دونك حبوباتي كيف ما كتشوفوا جلابه كتبان لكم دو بياس ياك، ولكن في لبسه راه غير اون بياس. كيف ما كتشوفوا كاين هنا واحد الدونتيل، ها انتم هذا الفوقاني كله واحد الدونتيل اللي خفيف بزاف، كتبقى في البلو سيال، شفتوا كتبقى عين عقده، ها انتم حتى لهنا شفتوا عين عقده، من جهه الكمايم كتبقى الداخل ديالها بعدا كيبقى اسبرو. ها انتم شفتوا كيفاش غزاله وانيقه وجد مثيره، غزاله من داك الشيء الرفيع، اكيد كتبقى عندها. ها انتم شوفوا باش زوينه، ها انتم قلت لكم كتبان دو بياس، شفتوا ها البياس الاول
ولكن راه في اللبسه ديالي ملي كتلبسيها كتبان لك غير بياسه وكذا. شفتوا كاين الفوقاني هو هذا، علاش؟ حيتاش هنا هذا الفوق هذا راه مخيط من جهه الكمال، هادشي علاش كتبان دو بياس. الثوب التحتاني كيبقى اسبرو وغزاله وانيقه كيف ما كتشوفوا، ومن عاودش يكون معاه هاد الصنداله هادي جاتها كتضحك. باهي جاتك في النفس والراحه. هانتوما شوفوا من ناحيه القبه البنات، هانتوما شوفوا حتى القب حتى هو فيه اسبرو ومخيط بالسفيفه كيف ما الكمايم كيف ما كتشوفوا. وكنظن بلي حتى الثمن ديالهم غيكون جد مناسب. الثمن ديالهم اختي غزلان 150 درهم لا اقل ولا اكثر. شعر هذا تكون خفيفه، علاش لا؟ صراحه كتجيبوا حوايج زوينين بزاف، الناس كيشكروا السلعه ديالكم. اوكي غادي ندوزو اللون الموالي. كيف ما كتشوفوا حبوباتي الغاليات، بالنسبه لهذا اللون الموالي اللي كيبقى واحد الموطاغ لي فونسي كيبقاو فيه اسبرو بالبيض، شفتوا مع لو نوار. دائما الشبيكه اللي كتكون من الفوق او الدونتيل كيف ما كنقولوا، ولا غادي نقولوا ليه السوسدي. السوسدي ولا الموسلين. ها السوسدي هذه شلابه السوسدي كيف ما كتشوفوا كيبقى من الفوق رقيق. ها نتوما شفتوا كتبقى رقيقه، ولكن الخياطه هي جلابه. ها نتوما راه ملي كنهز كتبان لكم دو بياس، ولكن فاش كنحط راه كتبان غير اون بياس، حيتاش الخياطه ديال هاد السوس دي من الفوق راها يعني مخيطه من جهه الكمايم. شفتوا هادو الثمن ديالهم كيبقاو 150 درهم، ثمن جد مناسب، ثمن رائع وهائل 150 درهم. اياه غادي ندوزو لهاد البلو سي. هاد البلو سيال حتى هو، ولكن كاين تغيير. انا لابسه هنا البلو سيال في البلو سيال، ولكن هنا كاين البلو سيال في لو نوار. كيف ما كتشوفوا السفيفه، ها انتم شوفوا القب ديالها كيفاش غزال وانيق. بالنسبه لي طاي اختي غزال، هادو من نجح حتى الاله ستوندار، هادو طاي ستوندار. لا فيهم لي طاي، ياك فيهم لي طاي. كيف ما شفتوا بالنسبه لي طاي راه هما كاينين كيلبسوا حتى التريبل اكس ال، يعني جلابه ممتازه. اش غنقول لكم؟ ما شاء الله غزاله انيقه، شي حاجه من داك الشيء رفيع. كيف ما كتشوفوا كتبقى 150 درهم. ها انا عاود ثاني على الاناقه والشياكه، ما ادراك يا اناقه يا شياكه. مرحبا بكم البنات عند زينه مود، الجوده والاتقان بارخص الاثمان، فما ترفدي الهم غير اجي واختاري بلا ما تحتاري. ومع ضحى غاني دائما الضمان والجوده كاينه. كيف ما كتشوفوا حبوباتي غاليات، بالنسبه لهذا اللون التغيير فقط في الالوان وفي الاحجام كيف ما كتشوفوا. هانتوما شفتوا القب، يعني السوس دي كيبقى خفيف، والدوبلور اللي عندها لتحت ثوب. هانتوما غزاله كتبقى فنه من داك الشيء رفيع. هادو كيبقاو 150 درهم، ثمن جد مناسب. كيف ما كتشوفوا حبوباتي الغاليات، بالنسبه لهاد الجلابه نتاع الجين، هانتوما غزاله من داك الشيء رفيع. هانتوما قلت لكم الصنداله كتجي معايا شما لبستها كتجي فيها الغوج. ها انا عاود ثاني لبست الغوج فيها الغوج والبلو، انا لبست الغوج البلو جين. كيف ما كتشوفوا غزاله مثيره وملفته، من هنا كيبقى غوج القب، كيبقى القب ديالها قصير غزاله. بالنسبه لي طاي اللي فيها راه من 42 حتى 48. شوفوا انا هذه اللي لابسه راه كبر مني، هذه راه طاي 46 وشوفوا كي جاتني. المهم داكشي الحد في القد كيف ما كتشوفوا، كتبقى سامبل، كتبقى فيها هاد الطريزه هذه كيف ما كتشوفوا من هنا، وكتبقى هاد القبيله هذه اللي هي اصلا عاطيه واحد الجماليه، يعني سامبل. شفتوا من هنا ومن هنايا. بالنسبه للثمن ديال هذه اختي غيزان، هذيك 130 130 درهم، ثمن جد مناسب. غادي ندوزو اللون الموالي كيف ما كتشوفوا حبوباتي الغاليات، كاين في الغوز، يعني التغيير فقط في الالوان مي نفس الديزاين. شفتوا ها انتم عاوتاني راه الصنداله فيها الغوز، داكشي اسورتي اخرجي جميع استعمالات. ما تبدليش الصنداله انت كاع. بالنسبه للقب كيف ما كتشوفوا، ها انتم فيه واحد شويه ديال من هنا كيبقى الثوب ديال السوس دي من هنايا. شفتوا كيفاش دايز بحال باندا مزال. اما هي جلابه الصراحه من داك الشيء رفيع طول، من ناحيه الطول ها انتم راه طويله، ما فيهاش يعني ما فيهاش فتحه من ناحيه الطول، راه طويله يعني محترمه، تقدري تلبسيها بكل راحه والسراحه وتخرجي بها بكل اناقه وشياكه. 130 درهم لا غلى على مسي. اوكي غادي ندوزو اللون الموالي، هي فيها ثلاثه لوينات البنات، فيها الروج فيها الغوز وفيها حتى الصفيفر. اكيد الصفيفر ها انتم عاود ثاني ها الصفر صنداله، والله الا صنداله ديما كنبقى ندير بها الفيديو هذه الصراحه. كتلفع جميع الاستعمالات انيقه. ها انتم البنات كتلبس لي طاي كبار، شفتوا من داك الشيء رفيع. او هذا الثوب هذا ماشي من داك الثوب اللي كيحبب يعني في الصبينه الاولى كيكشف ولا كيحبب ولا لا، وغير حاجه نقدر نوصفكم عليها. اي بياسه كيف ما كان النوع ديالها، دائما نحاولوا نصبوا الحوايج بالمقلوب، حيت لا قلبنا الحوايج وصبناهم كنحافظوا عليهم، يعني او سواء كانوا سامبل او كانوا فيهم ديستخاص. شفتوا
هاد اللون كيفاش غزال وانيق، انا عجبني هاد اللون بزاف. صفر غزال. 30 درهم البنات، لا غلا على مسكين، كلشي غادي يلبس. وفرصه ومناسبه لكل سيده. يلا بداو عاوتاني توجدوا لي العيد ديال الميلود، شريو الجلالب من دابا. دونك حبوباتي كيف ما كتشوفوا انا لابسه لكم جلابه واحده اخرى وبستايل جديد وبحله جديده. هذا الثوب هذا كيف ما كتشوفوا هو ثوب البيش، يعني واحد الثوب اللي كتلبسيه كيكون في اللباس الرومين، كيكون في اللباس يعني احسن هكا الجلالب. باش كيعجبني هذا الثوب هو انه ما كيتكمش ومبرد. شوفوا شحال غزاله وفنه، والله تبارك الله ما شاء الله. اش غنقول لكم شي حاجه توب موديل، شي حاجه غزاله وانيقه. كيف ما كتشوفوا غادي نشوفوا واحد ستايل اللي عصري، يعني ليس باقي ستايلات. كنشوفوا طريزه، كنشوفوا عين عقده، كنشوفوا بزاف الحوايج، ولكن هذه المره جلابه جات عصريه بثوب البيش غزاله رائعه. كيف ما كتشوفوا هانتوما شوفوا الديزاين اللي فيها هنايا شحال غزاله وانيقه من داك الشيء الرفيع. كاين ديزاين عاوتاني هنا فنيونه من داك الشيء. هانتوما شوفوا حتى الكول ديالها. هانتوما هذه الثمن ديالها اختي غزلان بشحال؟ 130. 130 درهم، ثمن جد مناسب. ولي طاي كيبقاو ستوندار بالمناسبه. كاين واحد الفتيحه غير في الجنب صغيره، يعني ماشي شي فتيحه، شي فتيحه. اللي عجبني في هذه الجلابه هو انها طويله محترمه، تلبسيها من داك الشيء الرفيع والثوب غزال. غير سيري وتبردي. مبرد والله الا مبرد. مع راسك انتوما شفتوا غزالين وانيقين. اوكي غادي ندوزو اللون الموالي اللي كيبقى كيف ما كتشوفوا في اش نقول لكم في البيج. هانتوما حتى هو نفس الديزاين، فقط الاختلاف اش نقول لكم الالوان. في الالوان هو اللي كاين نفس الديزاين غزاله، كتلبسيها من داك الشيء الرفيع. الثوب ما كيتكمش ما تيحبب، يعني تلبسي جلسي نوضي وقفي صبري دركي كولي شربي كيبقى كيما هو. 130 درهم. اوكي غادي ندوزو اللون الموالي اللي هو لون بوردو. هانتوما شوفوا البوردو كيفاش غزال وانيق من داك الشيء الرفيع. ثمن جد مناسب حبوباتي الغاليات. شفتوا شحال فنيونه وغزاله من داك الشيء الرفيع. الحمام ولا الصخره بحال هكا. ودابا حاليا ولاو جلالب تيتلبسوا مع دي بوشيط. بوشيط اللي ولاو حاليا هما اللي تيتعرفوا بوشيط، تيتلبسوا مع دي بوشيط ومع دي زيسبا. ما نقولش لكم كيفاش كتجي اللبسه، كتجي خطيره. يعني ملي كنشوف جلابه تقليديه دخلات بحله عصريه مع بوشيط ودي زيسبا، يعني راه كاين الجديد. شفتوا كاين هذا اللون هذا البوردو دائما كيعطي تا هو واحد الجماليه. شفتوا وكاين بلو مارين. انا نولي نقول لكم شفتي شفتي هانتوما شفتي شحال غزاله من داك الشيء الرفيع انيقه. لكن سيدتي وطبعا فتاتي مرحبا بكم عند زينة مود. لبسيها لاله وتمتعي بارخص الاشمال، جوده والاتقان بارخص الاشمال مع ضحى غالي. اجي جري اجي شري وجري بلا ما تحتاري، حتى لعندنا واختاري. هانتي يا لالا 130 درهم. شفتوا هذا اللون هذا كيف ما كتشوفوا حبوباتي والزوينات ديالي اللي هو هذا اللون. انا باش عجبوني هما مبردين من داك الشيء الرفيع. ثوب البيش معروف عليه مبرد وما كيتكمش، سواء في الجلابه او في لي كاب او في السراول، كيبقى هو هو شي حاجه طوف وشي حاجه غزاله. كيديروا 130 درهم. واو 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 كي جاتك يا لاله ضحى ما شاء الله. يحفظك ليا خشرين غدا معرسه. مبروك عليك. طالعوا كمايون ندغول مسكه في ليون درت كوب البوتايو. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه واحد الفراشه اللي غزاله، واحد الفراشه اللي انيقه من داك الشيء الرفيع، كتبقى سامبل. انا اللي عجبني فيها اول حاجه كاين هذا اللون هذا سومو، ولكن كاين واحد ديزاين اللي كيبقى هنا بالارجون. كيعرفتي البنات هذه معاش تخيلت راسي غادي نلبسها. غناخذ مثلا نعطيكم باغ اكزومبل، غناخذ بوشيط تكون في الارجونتي، بوشيط اللي كيتحزموا هكا اللي ولاو كيتلبسوا هكا، وتكون شي سبادري ولا كونفيرس تكون في الارجون. عرفتي كيفاش غتجي؟ غتجي خطيره. اش غنقول لك اختي هذه؟ اش نقول لك هذه؟ برده نفس حي مع راسي. كاين عبس الصحه والراحه. الله الا جاتك غزاله لاله ضحى لا يخطيك اختي ربي يحفظك ليا. كيف ما كتشوفوا كاين واحد السانتور هنايا كتبقى ارجونتي،
والسومو كيبان غزال. هذه حتى هي بمناسبه العيد ولا شي حاجه هكا شي انيفيرسير غير بين العائله ولا شي حاجه غير خفيفه كيف ما كتعرفوا. والثمن ديالها غشي بشحال؟ 130 130 درهم ثمن جد مناسب لك سيدتي وطبعا فتاتي. وبالنسبه لي طاي فيها جو ستوندار كيتلبسوا طاي ستوندار. اوكي غادي ندوزو اللون الموالي كيف ما كتشوفوا حبوباتي الغاليات كاين فيها البلون كاسي مع الارجنتي. يعني دائما كيبقى الارجنتي عاطي واحد الجماليه عاطي واحد التاثير واحد الجاذبيه واحد البغيون كيبان فيها خطير. شفتوا غزاله من داك الشيء رفيع فسالي عقبنا لفادي الكميه فيها جوج لوينات البنات هما اللي كاينين. يعني كاين السومو وكاين الباج اللي غيناسب فمن ستكون سعيده الحظ وتاتي لتاخذ المفاجاه 130 درهم فرصة لا تعوض سيداتي. بالي قبل ما يجي حميزة ويديري لها الحميزة هو كاين ماشي مشكل. شفتوا هادو قلنا كيبقاو 130 درهم. دونك كيف ما كتشوفوا كاين هذا الموديل هذا ديال الجلابه كيف ما كتشوفوا هنا كاين واحد الطريزه اللي كتبقى بالبلون كاسي فيغ رويال كيجي معاه البلون كاسي كيف ما كتشوفوا. هذه كتبقى جلابه فراشه مخيطه بالسفيفه من جهه القف. هادو كاملين اللي كنوريكم دابا حاليا تيبقاو طاي ستوندار. بالنسبه للثمن ديال هذه اختي غزال بشحال كتبقى؟ 130 130 درهم يعني غزالين. هادو نديرهم الحمام صفرا خفيفه هكا لصق كتبقى 130 درهم. فيها جوج ديال اللوينات غادي نوريكم اللون الموالي ديالها. كاين حتى هاد الغوز بلو نوار. شوفوا هاد الغوز بلو نوار كيفاش كيبان عاطي واحد الجماليه غزاله انيقه كيبقى نفس الديزاين. الاختلاف فقط في الالوان وليس في الاحجام. شفتوا طاي ستوندار 130 درهم. كاين هاد الجلابه هادي كيف ما كتشوفوا حتى هي كتبقى 130 درهم. ها نتوما شفتوا غزاله من داك الشيء رفيع فيها واحد القبيلات اللي هابطين حتى لتحت كيبقى واحد ديزاين مطروز على هذه الالوان. شوف فنة وغزاله من داك الشيء رفيع. هذه حتى هي وقيلا نفس الثمن 130 130 وطاي ستوندار كيف ما كتشوفوا من هنايا جايه هابطه خياطه مخزنيه يعني بحال الفراشه. غادي ندوزو اللون الموالي هنا غنشوفوا البوردو. ها نتوما شوفوا البوردو ديالها كيفاش كتبان باش عجبوني هاد الجلال بخفيف خفيفه بارده خفاف والثوب ديالها بارد يعني تقدري تلبسيها بكل راحه ما عندك حتى شي اشكال. ها نتوما شفتوا كيبقى نفس الديزاين الاختلاف فقط في الالوان وليس في الاحجام وانما الاحجام كتبقى ميم طاي يعني طاي ستوندار. اوكي غادي ندوزو لهاد لو نوار اللي كيبقى دائما سيد الالوان كيف ما كتشوفوا حبوباتي الغاليات. الوان راقيه جليبات متنوعه وحده تنسيك وحده فراشات يعني اي حاجه حتى جيتيها كتلقايها يعني مضمونه وموجوده عند زينامون. هادو قلنا كيبقاو 130 درهم. دونك حبوباتي الغاليات كيف ما كتشوفوا واش غادي نقول لكم هذه واحد العبايه اللي كتبقى على شكل فراشه وغزاله ومزيونه كيف ما كتشوفوا. هانتوما فنيونه كان سبق لينا وريناكم واحد العبايه عندها الخيط من الداخل باش كتقبض كتبان يعني باش تبان لك مجموعه ولكن هذه فهي كتبقى فضفاضه يعني بالنسبه لهذه. هذه شكون سوق لك كتلبس الطايكات الكبار كتلبس غير انا غالب عليا الرق ولكن ماشي مشكل. حنا كنلبسو كنوريكم باش حتى نتوما تستافدوا وحتى نتوما تشجعوا حيت بزاف ديال الناس كيعانيوا من هذا المشكل. بالنسبه لي غرون طاي كتمشي تقلب في دي ماغازان تقدر ما تلقاش ولكن مع ضحى غاني وزينامود ضروري غادي تلقاين. كيف ما كتشوفوا كتبقى هاد العبايه على هذا الشكل كتبقى فيها واحد طريزه من هنايا هانتوما وريما غزلان كتبقى بالكبيلات جايه بواحد الطريقه فنيه وطريقه ابداعيه. يعني هذا دوغي مع هذا الغوز هذا الثوب البيش دائما واحد الثوب اللي عاطي واحد اللمعان. شفتوا غزال من داك الشيء رفيع وكتبقى بالشال ديالها يعني اللي كدير الشال راه تديرو اللي ما تديروش تقدري تعلقي فوق يعني غير من عنقك وراه انت حره. غير هنا المهم ديالها كتبقى مجموعه وسامبل. بالنسبه للثمن ديال هذه غيزلان اختي بشحال كتبقى؟ 150 150 درهم. اوكي غادي نوريكم اللون الموالي كيف ما كتشوفوا ها هو فيغ رويال مع البلون كاسي. شفتوا كيفاش كيبان كتبان لك مزيره في الكم ديالها ولكن كيفاش كتلبسها راه كتجي هي هذه. شفتوا كيبقى مجموعه ومرتاحه البنات يعني شي حاجه توب موديل شي حاجه غزاله شي حاجه اللي انيقه. شفتوا قداش عريضه بالعرض ديالها هذه راه طاي ستوندار كتلبس الكبار كاع. هذه تلبس 50 تلبس 60 تلبس 60 طايات بانت لي كبيره راه طاي كبيره غير تلبس حتى 60 طايات كبار ما شاء الله كتبقى بالشال ديالها 150 درهم. على ما اظن هذا راه اللي قبل كانوا ب 200 درهم كانوا ب 200 درهم نزلوا سولد ب 150 درهم. اوكي غادي ندوزو اللون الموالي اللي هو كيبقى في البوردو
هانتوما نشوفوا البوردو، هانتوما شوفوا البوردو مع الدوغي كيفاش كيبان. هانتوما البنات علاش كنحاول نجبد هكا باش يبان لكم العرض ديالها ويبان لكم الطول باللي راه طاي ستوندارد تلبس حتى 60. مرحبا بكم عند دينامو 150 درهم. اوك غادي ندوزو لونوار ديالها. هانتوما شوفوا لونوار حتى هو كيف مزال، دائما لونوار تيبقى سيد الالوان. 150 درهم ثمن ولا في الخيال ولا في الاحلام مع ضحى غاني مدرب ديالهم. اجي عند دينامو اختاري بلا ما تحتاري. يلا هالبنات بالي واللي خدات عبايه ولا خدات جلابه دوز على الضحى تاخذ صنداله ب 50 درهم. البنات راح يوصل لينا صنادل شفتوا غزال هادشي انيق من داك الشيء رفيع شفتوا 150 درهم ثمن جد مناسب. اوكي غادي ندوزو دابا لواحد هي كتبقى نفس الثوب ولكن التغيير فقط في الطريزه والديزاين. اوكي كما كتشوفوا حتى هذه راه البيش هانتوما كتبقى طريزه هنا الفوق جهه الصدر وكتبقى طريزه هنا يعني جهه هنايا الكرش ديالك شفتي. هانتوما شوفوا كيفاش غزاله يعني فراشه من جهه الكميم ديالها طايحين ابار سا يعني كاينه الطريزه حتى في المونش لتحت يعني باع العلم ان هذه سامبل اللي بغى السامبل ها هي واللي بغى الطريزه ها هي ونفس الثمن نفس الثمن يعني ما كاينش الاختلاف ماشي حيت هذه فيها طريزه وهذه سامبل راه غادي يكون الثمن زايد لا يعني نفس الثمن. هذا الشيء باش كيعجبوني زينا مود. هانتوما شفتوا البنات تبارك الله ما شاء الله تقدر تلبسها اي وحده بكل احترام وبكل ثقه في النفس 150 درهم. غادي نوريكم اللون الموالي ديالها اللي هو كيبقى في البلو مارين دائما نفس الديزاين. الاختلاف فقط في الالوان وليس بالاحجام وانما تقدر تلبس لي طاي كبار شفتوا 150 درهم. اوكي غادي ندوزو البوردو ديالها هانتوما هذا غوج بوردو وريتكم البوردو هذا غوج بوردو شوفوا الطريزه هانتوما شفتوا كل شيء تبارك الله ما شاء الله غزال كل شيء انيق كل شيء فن. شوفوا غير الفصاله ديالها كيفاش غزاله يعني متقونه ما تلقيش خيط خارج منها ولا شي حاجه خارجه مني. عبايه صيفيه غزاله انيقه تلبسيها بكل ثقه في النفس. اوكي هادو قلنا 150 درهم. غادي ندوزو عاود ثاني لهادو فلو نواغ. الا شفتوا هنا كاين هادو اللي بالشال هنا كيبان لكم فحال فحال ولكن هذه غير جلابه سامبل العاديه كتبقى يعني 150 درهم. هذه حتى شفتوا هذه حتى هي كتبقى 150 درهم. الفرق فقط هنا في المونش شوفوا هذه المونش ديالها كيف جاي على هذه الطريقه مقبوط هذه مقبوط من جهه من هاد شفتوا كيفاش مقبوط يعني مقبوط من هنا حتى لهنايا شفتوا والطريزه راه كتبقى بحال بحال. الفرق فقط كاين هذه عندها شال وهذه فيها كتبقى 150 درهم هذا الثوب بيج. اوكي غادي ندوزو هاد بلو مارين هذه بلو مارين عاوتاني وحده اخرى هانتوما السامبل ديال هذه اللي لابسه في البلو مارين هانتوما كيف ما كتشوفوا جد غزاله وهائله شفتوا لكل سيده او فتاه محترمه مرحبا بكم كاملين سواء داخل الوطن او خارج الوطن وتحيه للجاليه المغربيه فينما كنتم مرحبا بكم عندنا هانتوما شفتوا دونك حبوباتي كيف ما كتشوفوا دابا غادي نوريكم جلابات ديري 130 درهم. اوكي غادي نبداو من هذه هانتوما شوفوا هذه حتى هي شحال غزاله كتبقى في هذا الغوز ما نقولش لكم غوز اراك من بعيد مع البلو مارين واو واو غزاله غزاله بمعنى الكلمه شمع هذاك الغوز زوين عطى هذا الغوز عطى واحد الجماليه وخصوصا هذه الطريزه هذه اللي جات هنا جات في الغوز وجات في في البلو مارين يعني عطات واحد التاثير هانتوما يعني كاين هنا كم كيف ما كتشوفوا كتبقى غزاله هذه غي كبيره هذه كاين رقيق وكاين كبير هذه النص هنايا كيبقى غوز والنص هنا كيبقى بلو مارين وبالنسبه للشال كذلك ومثال كيف ما كتشوفوا الشال نص غوز ونص يعني كاين واحد التغيير وكاين واحد الابداع واحد الحله جديده كتبقى 130 درهم وهذه تبارك الله راه تلبس طايس كبار غير تجي تزعم وتاخذها 130. غادي ندوزو للسومو حتى هي نفس واو شوفي في السومو بعدا كيفاش جات غزال او جات فينا لا مع لونواغ عرفتي كيفاش طاحت غزال شوفوا البنات عطات مع دوك لونواغ واو عطات غزاله وهائله من داك الشيء الرفيع شفتوا البنات. يلا البنات بارطاجيو وما تستغناوش علينا كاملين بارطاجيو باش هذا الشيء ان شاء الله يوصل لكم وتجيو حتى نتوما تستافدوا وتشوفوا هانتوما شفتوا دوزي عند ضحى غاني خذي صناديله ب 1000 ريال وهانتي تكسيتي 130 و 1000 ريال هي 180 درهم هانتي لابسه شفتوا
من داكشي هادي حتى هي 130 درهم. هذا طاي ستوندار ياك ستوندار راه باين طاي ستوندار. واو شوفوا الفيغ سبي مع الكاكي كيفاش عطى حتى هو عطى داكشي زوين. اللي عجبني فيهم هو اول مره غادي نشوف جلابه نص ديال المونش يعني في لون ونص الاخر في لون. شفتوا هادي قلنا كدير 130 درهم. لا 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 مرحبا بك عند زينة مود 130 درهم. اوكي غادي ندوزو الالوان او غادي ندوزو لواحد الموديل اخر اللي هو هذا. هادو حتى هما ياكلينو هانتوما. هذا موديل اخر التغيير كاين في الثوب. الثوب هاك كاين البيش وهذا الثوب هذا فيسكوز. هذا الفيسكوز. اوكي هذا الثمن ديالها هادي 130 تاع الفيسكوز. ديال الفيسكوز 130 والبيش 150. اوكي هاكا غير باش تكونوا يعني فاهمين وحتى الناس حتى هما يفهموا. هانتوما كتبقى هادي 130 درهم. طريزه راه كتبقى نفس الطريزه ولكن التغيير فقط في الثوب. شفتوا 130 درهم طاي ستوندار اكيد مع الالوان حقوبه الغاليات. الوان راقيه والوان طبيعيه مزدهره والله الا ينفعوا الحمام بعدا انا جليبات زوينه كتشا الحمام تلبسيها خفيفه دغيا كتلبسيها ويعني وتقدي ما تلبسيش تحت منها ما عندكش مشكل ما كتبينش ولكن الا كانت البنت اللي غادي تلبسها ولا السيده تكون مريقله هي تلبسها على حقها وطريقها وتشوفوا كيفاش غادي تبان. غتباني غترجعي يا شباب ترجع 10 سليل فوق اللور علاش الله يطول في عمر الجميع ان شاء الله يا ربي. انتم 130 درهم شفتوا كاين هذه حتى هي 130. لا هذا بالي فحال البيش هذاك البيش 150 درهم. 150 درهم حجم اللي قص الثوب ما باش لي فحال هذا الثوب اللي ورينا. البيش 150 والفيسكوز 130 150 درهم. دونك حبوباتي دابا غادي ندوزو لواحد الكومبينيزو كيف ما كتشوفوا كسوا. هذه كسوا ولا كومبينيزو؟ كسوا والله لان تيسحب لي مع بات لي السبطه قلت كومبينيزو. هذه كسوا ياك. اوكي بالنسبه لهاد الكسيوه هذه كيف ما كتشوفوا هنا كتبقى بلي بلا هانتوما سامبل. هنا كاين واحد بتي دونتيل يعني كاين هاد السلسله بغينا نطلعوها نطلعوها بغينا نهبطوها نهبطوها على حسب. هذيك سوى الثمن ديالها شي غزلان بشحال 130. 130 درهم كتبقى بلون اي نوار يعني واحد الثمن جد مناسب. اول حاجه بالنسبه للطول راها طويله ومحترمه وفيها السانتور ديالها. السانتور ديالها كنحيدو بعدا هاد البوشيط. شفتوا هاد الميكا هادي كتحيد باش كتبان. شفتوا غزاله وانيقه. بالنسبه للي طاي هادي اختي غزلان ستوندار طاي ستوندار. اوكي فيها هاد اللون وفيها البلو مارين ديالها يعني لتحت ديال البلو مارين كيبقى نوار الفوق كيتغير كاين نوار في نوار مع لو بلون وكاين بلو مارين مع لو بلون نوار. كتبقى 130 درهم من ناحيه الطول راه طويله ومن ناحيه الطاي كتبقى طاي ستوندار يعني ثمن جد مناسب. اوكي غادي ندوزو اش غادي واو 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 شي حاجه طوب شي حاجه ما نقولش لكم سامبل كيبان. شفتوا هنا كتبقى غيي وهنا كتبقى لو نوار. عندها السانتور ديالها. بالنسبه للسيده المحجبه اللي تعشق انها تلبس بحال هذه فمرحبا بك او الغير محجبه يعني هذه الثمن ديالها حتى هي 130 درهم 130. طاي ستوندار فيها هذا اللون هذا وفيها البلو مارين. يلا هانتوما اختاروا بلا ما تحتاروا. مرحبا بكم البنات في قناه ضحى غاني. كنتمنى ان هذا الفيديو ان شاء الله يطلع وكنتمنى المشاهده حتى هي تطلع وكنتمنى من كل قلبي كاع المجهودات اللي كنعطيها يعني تستافدوا منها. 130 درهم شفتوا. اوكي غادي ندوزو لواحد الحاجه عاوتاني هنا غادي نكتشفوا شنو كاين. ما شاء الله واو خشيت شي عندكم زين 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 حلو ما في احسن منه. هانتوما شوفوا هادي حتى هي غزاله. شوفوا كيفاش غزاله. هادي جات شويه ضيقه من الفوق ومن التحت كتبقى كلوش. كتبقى كلوش واو عرفتي هادي هائله وزوينه. هادي كتبقى فلوغي الوان صيفيه الكول كيف ما كتشوفوا كيبقى فلوار متي ولا من داك الشيء رفيع مجموعه. هذه حتى هي الثمن ديالها 130 130 130 درهم وطاي ستوندار. هذا طاي ستوندار ياه. اوكي غادي ندوزو لهذا شنو نقول لكم ماشي هذا الجمال اش هذا الروعه اش هذه الاناقه. هذيك سيوه غزال هذا الشيء والله الا غزال. هذه الثمن ديالها حتى هي 130 كيف ما كتشوفوا. هذه كتبقى المونش هنا الثوب راه دوبلوغ ولكن المونش هنا راه كيبقى شويه شفاف يعني تقدر تلبس تحت منه تريكو بيض مثلا ماشي مشكل ولا اللي بغات تلبسها بوحده. 130 درهم حتى هي طاي ستوندار البنات
الهموزه البنات الهموز 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 ايوا يا لالا اش من الشميز غادي نبدا بها نبداو بالبلو مارين واو شوفوا البنات شوفوا البنات شوفوا 130 ها انتم البنات شوفوا لي البلو مارين شوفوا لي الديزاين اللي فيها هذه فيها هاد الديزاين كاين بلو مارين مع لو بلون يعني نحاول نلبس الابيض في السروال باش تبان شوفوا زاله وشوفوا لي النوار ديالها واو 130 درهم واش هادو ما فيهمش لي طاي طاي ستون تاع هاد الجوج شفتوا ها انتم غزالين وفنيونين كيبقاو 130 درهم لاغلا على مسكين فسارعوا قبل نفاذ الكميه اوكي غادي ندوزو لواحد الحاجه اخرى اللي هي واو شوفوا البنات ويت 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 كلا الزين يا اختي ويت كلا الزيونات التركيه والله الا وحقا شنو غزال هذا الشيء والله الا غزال ما شاء الله واحد ديزاين واحد دير هذه طاي كبيره هذه طاي كبارين هادو وشوفوا التحت ديالها شوفوا شوفوا التحت ديالها كيفاش مخدوم وهذا الهدب هذا راه مجموع شفتوا كيفاش كتبان هذا فيغ كاكي زوين وغزال انيق ها نتوما شفتوا كيفاش شنو نقول لكم نوصفها يعني ما عرفتش شي حاجه فن فن والطوب والثمن يعني 130 درهم ومتوفره يعني في جميع لي طاي فين غتلقاو هذا الشيء غير جاوبوني من عند غير الزينه مود هي الموجوده كاين هذه 130 كاين نشوفوا هنا الثاني ها انتم كاين الاختلاف واو شوفي هذا الكاكي من التحت الهدب انا وريني لي غير الهدب ماشي على الهدب وهذو بس زوينين طاي كبار طاي 46 47 48 42 43 لبسيه لالا وتمتعي شفتوا الاختلاف كيفاش داير غزالين ها انتم شفتوا فنيين من داك الشيء الرفيع كيبقاو 130 درهم ايوا اري لي لالا الفيغ بيستاج بيستاج غالي عليك الله اختي البيستاج ويتك 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 البيستاج شوفوا البنات فيغ بيستاج مع البلو مارين كيفاش عطى واحد اللمعان مثلا كاين بعض السيدات اللي ما كتعرفش تناسق الالوان فعلاش لا ما نتعلمش يعني مثلا غير من الحوايج اللي كنلبس راه كيبان يعني راه ساهل تناسق الالوان شفتوا انتم شوفوا البلو مارين شوفوا الهدب يا لالا شوفي الشعورات اللي ما عندها الشعر تسلفوا والله الا اقنع علينا الصاد انتم شفتوا 130 درهم غادي ندوزو لو نوار ف انتم هادو هما الالوان اللي فيها كاين لو نوار هانتوما كاين فيغ بيستاج كاين كاكي كاين بلو مارين اللي عجبك 130 درهم بالنسبه اللي طايره هكا تلبس حتى طايات كبار طايتها كبار دونك حبوباتي الغاليات كانت هذه نهايه الحلقه كنتمنى الى تفرجتوا بالصحه والراحه وكنتمنى انكم تستافدوا من قناه ضحى غاني اللي هي قناه المحتوى ديالها فيه التغيير وبزاف وكنتمنى اكيد الدعم ديالكم وتشجيعاتكم ليا اللي هي اللي غادي تطلعني بكم نتوما باش انا غادا بلا بكم راه ما كاين والو ودائما ثقتكم فيا هي المصدر ديال القوه ديالي وشكرا لكاع الناس اللي كيساندوني والناس اللي كيوقفوا معايا والناس اللي كيدعموني انا كنقول لكم شكرا بزاف من هذا المنبر وخاصه من عندي رمضان شكرا لكم بزاف وما تنساوش البلاش بليز ابوني البنات وبارطاجي في كاع لي جروب اللي عندكم في فيسبوك لي جروب اللي عندكم في الواتساب يعني هذه اكثر حاجه تقدروا تعاونوني بها غير بلي بارطاج ما تنساوش البلاش ابوني بارطاجي جيم وفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد قناه ضحى غالي اللي هي قناه اشهاريه فقط بالنسبه لقناه بيوتي ضحى اللي هي غادي يكونوا فيها كيف ما قلت لكم كوبل فلوغ مع الزوج ديالي راكم عارفين الفلوغات كيفاش كيكونوا هذيك خاصه الله الله اكبر شو الحمد لله ربي تيبغينا ياك شي ميزان اييه بصح اللي مزيان ما يخافش شي مع الله اكبر مع دونك ما نزيدش نطور عليكم حبابي نضرب لكم موعد في حلقه جايه ان شاء الله وفي الجديد ان شاء الله يلا خليت لكم الراحه